وعد بالفعل اليوم كان هناك إضراب شامل عم مرافق الأنروا من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، الصحية التعليمية الخدماتية وحتى قطاع الصحة والبيئة. هذا الإضراب جاء تلبية لدعوة اتحاد موظفي الأنروا على خلفية انسداد أفق الحوار بين إدارة الأنروا واتحاد الموظفين. هناك عديد المطالب متعلقة بتشغيل عدد من الموظفين وتحويلهم من بند العقود اليومية إلى بند العقود الدائمة، تحسين الخدمات المقدمة للاجئين، وجملة من البنود والمطالب التي دخلت حوارا منذ شهر أكتوبر الماضي لكنها وصلت إلى طريق مسدود. خلال الأسابيع الماضية كان هناك إضراب جزئي، اليوم عم الإضراب كافة مرافق الأنروا في قطاع غزة. ما هو قادم هو تصعيد وفق اتحاد موظفي الأنروا، وهناك مسيرة دعا إليها الاتحاد يوم الاثنين القادم كبيرة، متوقع أن يخرج بها 13,000 موظف يعملون في الأنروا في قطاع غزة إن استمر التصعيد. من ناحية الأنروا وردها على هذا الموضوع، هم يقولون أن هناك عجز في التمويل وأن بعض المطالب تم تلبيتها وبعض المطالب سيجري تلبيتها خلال الأيام القادمة. يوم غد الثلاثاء سيكون هناك مؤتمرا صحفيا لمدير عمليات الأنروا في غزة لإطلاق نداء الاستجابة. هم يحتاجون إلى تقريبا 1,600,000,000 دولار من أجل يعني تلبية احتياجات وخدمات وتقديم خدمات اللاجئين سواء في قطاع غزة أو في معظم المناطق. من المتوقع أن تخصص 600,000,000 دولار إلى قطاع غزة خلال العام القادم. شكرا لك باسل خلف من غزة، وشكرا لكريستين ريناوي من القدس، وأيضا فادي العصا من رام الله.